بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة استثنائية من برنامج الأبطال. احنا كنا متعودين دايما كل يوم حد وأربع بيطلع الساعة 8، ولكن في حلقة استثنائية النهاردة نتواجد مع حضراتكم الحقيقة لأن في أحداث كتير مهمة، أحداث يعني محببة إلى قلوبنا. يمكن الأسبوع ده دخل بطولتين أسعدوا جماهير النادي الأهلي. البطولة الأولى هي طبعا كرة القدم، البطولة رقم 42 أو الدوري رقم 42، وده طبعا إنجاز كبير جدا جدا اسعدنا كلنا. وايضا بطوله الدوري لكره السله سيدات اللي دخلت ايضا اول امبارح دولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه احنا برنامج دائما ابدا بنغطي الالعاب الاخرى، ولكن احنا مش ممانئه عن لعب كره القدم، اللعبه اللي هي بتبسطنا كلنا واللي احنا يعني بنخلص لعبتنا ونروح نتفرج على كره القدم. النادي الاهلي الاسبوع ده حسم بطوله الدوري 42، تاريخ طويل مع النادي الاهلي مع بطولته المفضله وهي الدوري العام. وزي ما قلنا النادي الاهلي دائما ابدا جيل بيسلم جيل، وده بند في دستور النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه كبيره ملك لجمهورها، ولكن بيتناوب عليها اجيال كتير، سواء في الاداره، سواء لاعبين، سواء اجهزه اداريه، ولكن يبقى في الاخر اسم النادي الاهلي. 42 دوري تحت رئاسه 7 رؤساء ورئيس مؤقت للنادي الاهلي حصلوا عليها. طبعا اولى هؤلاء الرؤساء كان طبعا احمد عبود باشا رئيس النادي، الحقيقه اللي اتحقق على ايده يعني زي ما بيقولوا انجاز تاريخي حتى الان ما اتكسرش، حتى النادي الاهلي نفسه ما كسروش. 9 بطولات متتاليه، يمكن هو خد 10، 9 منهم كانوا متتاليين من سنه 48 لسنه 58. احمد عبود باشا الحقيقه لو شفنا في تاريخ البطولات 9 بطولات متتاليه، حصل فاصل زمني رجع تاني البطوله العاشره. استقال احمد عبود باشا، جه رئيس مؤقت محمد توفيق خشبه، ايضا خد الدوري مره واحده. دخلنا في احداث 67 وما تلتها من احداث وسنوات، رجع الدوري مره ثانيه، النادي الاهلي حصل عليه طبعا مع الفريق مرتجي، احد الرموز واحد الاسامي الكبيره اللي كانت او ترأست طبعا النادي الاهلي، وشهد في عصره انجازات كبيره. يمكن دخل النادي الاهلي 5 بطولات على طبعا على يد الفريق مرتجي. جه بعد كده كابتن صالح سليم، يعني نقول 6 في سنه تقاسم فيها وجوده كفريق مرتجي مع كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم خد بطولتين، خد 3 5، خد 5 سنين، سنتين في 3 الكابتن العظيم الراحل صالح سليم. جه كابتن محمد عبده صالح الوحش سنه 89 واخد بطوله الدوري العام لمره واحده. نيجي هنا بقى الكابتن صالح سليم، الحقيقه كابتن صالح سليم حصل على البطوله 7 مرات متتاليه، يبقى 9 مع احمد عبود باشا، كابتن صالح سليم 7 مرات متتاليه. طبعا مش 7 بس، هو كابتن صالح خد 3 قبليهم، ولكن انا بتكلم على التوالي 7 بطولات ورا بعض. دخلنا في غياب سنتين 3 أو 4، جه كابتن حسن حمدي فاز طبعا ببطوله الدوري العام ايضا 7 مرات متتاليه. يمكن يبقى تاني عشان بس الناس ما تبعدش عنا، احمد عبود باشا 9 مرات، الكابتن صالح سليم 7 ورا بعض، الكابتن حسن حمدي 7 ورا بعض. يمكن احنا بنبرز الايه اللي زي ما بيقولوا الانجازات او الارقام اللي ما بتكررتش تاني، يعني ارقام عظيمه جدا. جه بعد كابتن حسن حمدي الكابتن محمود طاهر او المهندس محمود طاهر حصل على الدوري 3 سنين. جه بعديه طبعا الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الاهلي فاز ببطوله الدوري العام 3 سنوات. ان شاء الله نامل ان احنا الثلاثه دول يبقوا 4 و5 و6 ونحطم الرقم القياسي اللي هو 9 مرات متتاليه. النادي الاهلي تاريخه جزء لا يتجزا من فرحه الاهلاويه. وزي ما قلنا دائما ابدا النادي الاهلي جيل بيسلم جيل، وجيل بيحترم اللي قبله كمان. كده اتعلمنا في النادي الاهلي، وكده هنفضل نتعلم وهنعلم اللي بعدينا ايضا، ان لازم النادي الاهلي دائما ابدا دستوره هو الاحترام والقيم والمبادئ. يمكن ما كانش ينفع الحقيقه احنا برنامج العاب اخرى، ولكن احنا كره القدم هي الاساس وهي معشوقه الجماهير، فلازم احنا مش مانئه. انا في الاول والاخر اهلاوي، وفي الاول والاخر بخلص واروح اشجع النادي الاهلي او اقف قدام التلفزيون ونقعد قدام التلفزيونات نشجع كره القدم. نروح بعد كده للحدث الجميل اللي حصل بعد كده، اللي هو كان بطولة السلة سيدات للمرة 19 في تاريخنا. يمكن الحقيقة السيدات، وأنا قلت لحضراتكم وخلينا فاكرين واسترجعوا كلامي، هو أكتر فريق استفاد من توقف كورونا ورجع لم نفسه، وقف بالرغم أنه في تصفيات دوري السوبر يمكن حصل على المركز الثاني، ولكن أنهى البطولة بحامل اللقب. والأصعب من كده كمان أنه خسر أول مباراة في البلاي أوفس، أنه هو مع نادي سبورتنج بقى 1-0 سبورتنج، ولكن عمل ريمونتادا جميلة وكسب 2-0 أو 2-1 آسف من أحد المباريات الجميلة، المباراة الأخيرة طبعا اللي فاز بيها.
طيب هنروح لاخبارنا سريعا عشان في الجزء الثاني من حلقتنا هنستقبل ضيوفنا الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق السيدات وهنحتفل معاه ونشوف مشواره مع البطوله كان ازاي. المشوار الكبير ابتدى ببطوله افريقيا وانتهى ببطوله ثالث افريقيا او بروزيت افريقيا وانتهى بحصد كاس السوبر سيدات. ومعانا جنة مصطفى لعيبه الفريق اللي هي كريزه الفريق الحقيقه اللي هي طبعا محبوبه كل جماهير النادي الاهلي. هيكون معانا الاثنين هنحتفل معاهم نعرف طبعا يعني مشوار البطوله كان عامل ازاي ونعرف الكواليس وطبعا نشاركها مع حضراتكم. نروح لاخبارنا سريعا عشان نروح لضيوفي. يمكن طبعا زي ما عودناكم اخبارنا في الاول بتبقى داخل جدران النادي الاهلي. الحقيقه منتخب مصر كره السله بقياده الكابتن محمد الكرداني اللي هو مدير فني فريق الجزيره الفريق الاول ماسك هو مدير فني فريق 18 سنه استدعى 6 لاعبين الحقيقه من النادي الاهلي مؤمن طارق خيري محمد وليد علي انور مالك ياسر محمد حازم يحيى اهاب استدعاهم لمعسكر المنتخب عشان في بطوله افريقيا هتقام في شهر 12 على ارض مصر. الحقيقه بطوله افريقيا دي مهمه جدا. هو كابتن كرداني بدا المعسكر في اسكندريه هيرجع بعد كده على القاهره من 23 ل 30. كابتن الكرداني قال تصريح يعني مهم الحقيقه زي ما انتم شايفين طبعا صعب جدا تعمل بطولات او ماتشات وديه دلوقتي بسبب كورونا او الحد من السفر بسبب جائحه كورونا. هو قرر انه يلعب الماتشات او يلعب ماتشات مع الفريق الاول او الفرق الاولى بنادي يعني يجمع فرقته ويلعب مع الفريق الاول مثلا للنادي الاهلي فريق الاول لنادي الجزيره وهكذا. ليه؟ لان طبعا هيبقى المستويات او الاجسام كبيره هتبقى زي الاجسام اللي هو بيلعبها في افريقيا ودي حاجه مهمه. واللي هيفيده في كده ان الدوري الممتاز لكره السله الموسم الجديد هيبقى في شهر 10 على طول فالفرق مش هتلحق تفك او الفرق مش هتاخد اوف سيزون لان الاوف سيزون كل الاتحادات حسبته هي فتره كورونا. الخبر الثاني طبعا اللي هو قلته من شويه ان النادي الاهلي فاز على سبورتنج في المباراه الثالثه او الفيصل اللي رحنا ليها طبعا في دوري السيدات. دي طبعا لقطات من المباراه وسجلتها طبعا بكاميرتنا كاميرا الابطال اللي كانت موجوده في الملعب وشاركت بطلاتنا طبعا الفرحه. وطبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم النتيجه خلصت 2-1 طبعا ده تسليم الدرع الدكتور مجدي ابو فيخر رئيس الاتحاد احتفال اللاعبات. كاميرا الابطال كانت مع اللاعبات صورت طبعا لقاءات مهمه وصورنا هذا التقييم معاهم. اشوف التقييم واجي لحضراتكم تاني. الحمد لله رب العالمين ان حققنا البطوله دي. كانت بطوله غاليه علينا جدا وخصوصا ان احنا السنه اللي فاتت برضه بنفس الموقف وقعنا فيه والحمد لله ان احنا والف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجماهيره اللي هم واقفين معانا وبيشجعونا ومجلس الاداره والنشاط الرياضي والحمد لله رب العالمين. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لسبورتنج وشمس. الحقيقه الدوري السنه دي بتاع البنات كان جميل جدا منافسه كانت لغايه اخر وقت. اللي استحق اللي كسب المباراه الفاينل ومجهود كبير جدا من نادي سبورتنج ونادي الشمس الحقيقه بحييهم عليه. نادي الشمس عامل شغل كويس قوي والاهلي الحمد لله في الاخر مبروك للاهلي على الفوز وهارد لك لسبورتنج والشمس. الف مبروك للنادي الاهلي طبعا هو الحمد لله احنا بالنسبه لنا احنا كنهايه الدوري طلع في حفلة جميلة زي ما حضرتك شايفة الناس كلها مبسوطة جماهير النادي الأهلي مبسوطين بنقول هارد لك نادي سبورتنج أدى اللي عليه بس خسر في الآخر ومبروك النادي الأهلي. والسنة دي موسم استثنائي بالنسبة لنا لأن يعني احنا دايما ختام الدوري أو ختام الموسم بيبقى ماتش الرجال. السيزون ده يعني الماتش مختلف شوية إن النهائي هو مع السيدات وانتهى في أحسن صوره والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لسبورتنج. الاثنين يستحقوا التكريم عملوا سيزون هايل وصلوا النهائي قدموا صوره جميله لكره السله المصريه. لازم فرقه في الاخر تفوز. الاهلي فاز الف مبروك وخد درع دوري والدرع العام لانه طبعا برضه الدرع العام ده بيتحسب على جميع بطولات الرجال لوحدهم والبنات لوحدهم عشان الناس تبقى فاهمه عن ايه الدرع العام. وأداء موسم أكتر من رائع وربنا يوفقهم في اللي جاي. بصراحة أنا بنهدي الفوز ده بأمانة لجمهور النادي الأهلي بصراحة مؤمن زكريا عشان إحنا كنا عايزين إن إحنا نكسب ونديله الفوز ده
وبامانه برضو اهالينا وكل اصحابنا وكل الناس بجد كان من اصعب الدوري، مش بجد ما كانش سهل خالص فتره التوقف، كان بيست اوف 3 كمان، بس الحمد لله احنا عملنا اللي علينا وكسبنا. اكيد طبعا مبسوطه قوي، ببارك لفرقتي على المركز الاول. دي حاجه طبعا فريق سبورتنج اكيد فريق احنا متعودين ان احنا نبقى معاه على طول في الفاينل، اذا كان فاينل كاس او الكاس، يمكن يعني السنه دي اخفقنا ان احنا نوصل، بس طبعا ان احنا نوصل معاهم الفاينل سبورتنج لا ده طبيعي، ده على طول ان احنا معاهم على طول. فريق سبورتي فريق جامد، بس احنا متعودين، خسرنا السنه اللي فاتت برده نفس الحاجه اول ماتش، وبعد كده تاني ماتش كسبنا، وتالت ماتش كسبنا نفس السيناريو حصل بالظبط السنه دي. يمكن توقف الكورونا ده حصل فيه ان هو اثر كتير قوي على الناس، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع بمستوانا على طول وكسبنا الدوري عشان الجمهور. الف مبروك للجهاز الفني كله والجمهور نادي الاهلي والفرقتي طبعا. الماتش والسيريز دي كلها البيست اوف 3 كانت صعبه جدا جدا، كان محدش كان عارف مين اللي هيكسب. فرقه سبورتنج فرقه محترمه جدا، بس الحمد لله احنا جينا وادينا اللي علينا واكتر، والحمد لله ربنا كفينا ان احنا ناخد الدوري. احنا لعبنا 3 ماتشات في اقل من اسبوع. النهارده كنا نازلين كلنا ناويين ناخد الدوري عشان نهديه للجمهور، موتنا نفسنا. يمكن احنا الكوارتر الثالث والرابع ما كانش زي الاول والثاني، اللعيبه تعبت، احنا بقالنا اقل من اسبوع بنلعب 3 ماتشات. بس احنا كفرقه احنا تعبنا جدا فتره فاتت احنا والجهاز الفني، وده ثالث دوري على التوالي، فدي احسن حاجه. الحمد لله كان التوفيق من نصيبنا. من اسبوع الدرع اتاخد من النادي عشان يسلم للفريق تاني، بس احنا قررنا انه لا، الدرع هيرجع للنادي تاني وهيتوج باسم النادي الاهلي، والحمد لله التوفيق كان في صالحنا. يعني الموسم كان طويل وصعب بصراحه، بس احنا كنا قدها وعلى قد الصعوبات اللي واجهتنا، بس قلنا انه لازم ننهي الموسم دوت بشكل احسن والكاس يبقى في النادي. طبعا الفوز دوت عشان جماهير النادي الاهلي اللي دايما في ظهرنا، وعشان اصغر مشجع في النادي. ألف مليون مبروك. الحقيقة بطولة غالية علينا جدا لأنها جت من بعد تأخر لمكسب. انتظروا النص التاني من الحلقة عشان نشوف طبعا كابتن علي هاشم وجنة مصطفى ونتكلم عن كواليس البطولة. نكمل أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله الاثنين الساعة 6 بالليل النادي الأهلي والزمالك في قبل نهائي الكرة الطائرة رجال. خلينا أقول لحضراتكم طبعا إحنا فزنا منذ أيام ببطولة الدوري العام. الحقيقة طبعا اللعيبة ما كانوش ضيوفنا ولا الجهاز الفني، لأن احنا منتظرين كأس مصر، هم قافلين نفسهم مركزين. بعد كأس مصر إن شاء الله أكيد هنستضيف الأبطال، كل التوفيق ليهم الكابتن محمد مصلحي واللاعبين. يمكن اللي عايز أقوله إن احنا طبعا في المباراة الختامية الكابتن محمد مصلحي فضل، وأنا بس بحط خط تحت الموضوع ده، فضل إنه يريح لعيبة أو اللعيبة المجهدين عشان يروح بيهم على قبل النهائي كل اللعيبة في حالة بدنية وعصبية جيدة. وعايز اقول انه طبعا كابتن محمد مصلحي دائما ابدا يبحث عن البطولات، عمره ما بيدور عن ماتش او مكسب زائد بمباراه، هو بيدور على بطوله. كل التوفيق للكره الطائره رجال. خلينا نروح كمان لطبعا الكره الطائره سيدات. بعد ما حصلوا على بطوله الدوري العام داخلين على كاس مصر، عندنا الساعه 4 النهارده مباراه ان شاء الله مع الكره الطائره سيدات. النادي الاهلي هتلاعب نادي الجزيره في قبل نهائي الكاس، المباراه هتكون في صاله الشهيد دخان بالهرم. انتوا عارفين طبعا الفرقه دي كسبت الدوري العام بنتيجه او 66 نقطه العلامه الكامله من 33 ماتش، انجاز طبعا لفادية الذهب. ننتظر منهم الكاس ان شاء الله، عشان احنا ما بنحاولش نقاطع اي فرقه مستمره في المنافسات. يمكن السله النهارده معانا، لان السله بتبقى يعني خلصت الموسم ان شاء الله، فهم يطلعوا براحتهم في الاعلام ويتكلموا طبعا زي ما هم عايزين، ولكن احنا منتظرين على الفرقه دي ان شاء الله عشان نجيبهم لحضراتكم، لان برنامجنا هو الابطال. طيب خليني طيب احنا كده نخلص اخبار النادي الاهلي، خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان ناخد الاخبار المحليه، وعندنا اخبار كتيره بعد الفاصل. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لاخبارنا المحليه. مروه عيد عبد الملك، قصه وحدوته اهلاويه، مش حدوته اهلاويه بس، وحدوته مصريه ايضا. مروه عيد عبد الملك لاعبه النادي الاهلي السابقه لكره اليد والمحترفه في فريق نيس الفرنسي، احد اقوى الفرق في الدوري الفرنسي لكره اليد سيدات. والدوري الفرنسي رجال او سيدات من اقوى الدوريات اللي موجوده في اوروبا، يعني بتلعب في ليفل 1 من المستوى. مروه عيد عبد الملك كانت بتلعب مع فريق ديجون في بطوله في الدوري العام. ديجون ده فريق قوي جدا. انتهت النتيجه 25-24. مروه عيد عبد الملك نجحت تحط 5 اهداف. ده مش كده بس، هي بتقول كمان انها نقلت فكره بلس 90 من فرقه كره القدم لفرق كره اليد في اوروبا. وطبعا ما كانش ينفع نتكلم عن مروه غير لما تكون معانا عبر السكايب من بلد الفن والجمال فرنسا. اهلا بيك يا مروه.
كابتن هيثم، اهلا بحضرتك وشرف ليا تواجدي مع حضرتك وتواجدي في قناه النادي الاهلي في ثوبها الجديد، يعني فليا الشرف تواجدي مع حضرتك. بشكرك. وحشانا جدا جدا، وبنقول لك الف مبروك ومشرفانا، وحاجه يعني تفرح بصراحه. ربنا يخليك يا كوتش، ربنا يخليك يا رب. ليا الشرف والله، الحمد لله رب العالمين، كله بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين، ودعوات امي وابويا وكل جمهور الاهلي صراحه، اللي مش بيسيبني في اي حاجه خالص الصراحه. جمهور الاهلي دايما معايا ودايما في ظهري يعني. طبيعي مروه، يمكن المباراه الاخيره بلس 90، ايه قصه بلس 90 دي يا مروه؟ والله انت عارف بلس 90 دي يعني ماركه مسجله باسم النادي الاهلي. صحيح. فيمكن الماتش كله احنا كنا متقدمين في الاول، وبعد كده تاخرنا شويه اخر 4 أو 5 دقائق، كنا متاخرين بفارق 4 أهداف، فاضل 3 دقائق ومغلوبين 4 أهداف، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وقدرنا نغير النتيجه في اخر لحظه، وكسبنا في اخر بالظبط اخر 5 ثواني بالظبط، ربنا كرمنا وقدرنا نكسب فرق واحد. فانت عارف ان دي ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، واولاد النادي الاهلي في كل مكان هم اللي بيقدروا يطبعوا كل الناس بطبع النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا كرمنا وكان توفيق من ربنا الحمد لله رب العالمين يعني. مروه، انا شفتك كاتبه على صفحتك طبعا بتهني النادي الاهلي بفوز الدوري رقم 42، والحقيقه ده لو دل فبيدل ان انت مش بعيده عن النادي الاهلي، بالعكس ده انت قلبا وقالبا ووجدانا مع النادي الاهلي. تحب تقولي ايه طبعا للانجاز الكبير ده؟ طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، برضو الدوري المصري هو ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين، لان انا برضو شايفه الى حد ما ناس كتير بتحاول تقلل من فكره ان انت فزت ببطوله الدوري. بالعكس، البطوله الدوري هي البطوله الاساسيه والرسميه في كل بلاد العالم، يعني دي البطوله رقم واحد الناس كلها بتتكلم عنها، فطبعا انجاز كبير الحمد لله رب العالمين. كانت فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، كنا قبل الكورونا كنا ماشيين كويس جدا، والفرقه كانت توب وكانت في فورمه كويسه قوي، حصل الدروب بتاع كورونا فالفرقه الى حد ما مستواها نزل، لكن ده ما كانش عائق بالنسبه لنا ان احنا ناكد احقيتنا بالدوري المصري الحمد لله رب العالمين. يعني هو ده النادي الاهلي، وهو ده هم دول ولاد النادي الاهلي، والدوري المصري معروف ماركه مسجله باسم النادي الاهلي، يعني صحيح. الدوري 42. فاحب ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود خطيب، واحب ابارك لكل جمهور النادي الاهلي ان هم الداعم الاول والاساسي والرئيسي في كل البطولات واي انجازات بتحصل. فاتمنى ان الناس تحتفل بالدوري وتدي الفرقه حقها وتديهم وضعهم، ان هم فعلا يستحقوا، تعبوا موسم صعب جدا جدا جدا. افرحوا يا جماعه، بطوله الدوري بطوله البطوله الاساسيه والرسميه رقم واحد في مصر، واحنا ابطالها على مر التاريخ، وان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين عندنا بتاع حوالي 3 أو 4 أسابيع نقدر نستعد فيهم كويس لبطوله افريقيا، وان شاء الله السنه دي بطوله افريقيا من نصيبنا واسمتنا ان شاء أكيد الله ان شاء الله يعني. طبعا مروه انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ودايما متابعينك وهنفضل وراكي دايما ابدا. شكرا كابتني، الف شكر. نورت الدنيا مروه عيد طبعا عمالك عبر سكايب من فرنسا، بشكرك شكرا جزيلا ليك. يمكن انا بس يعني حبينا تبقى مروه معانا عشان تحسوا قد ايه الاهلاويه قريبين من النادي بتاعهم، حتى لو بعدت منهم المسافه والزمن، ولكن يبقى النادي الاهلي في القلب. نروح للخبر الثاني، كرة اليد زي ما قلنا لحضراتكم هيبتدوا الموسم الجديد قبل حسم موقف الموسم 19-20، هيبتدوا موسم 21-20. يمكن لجنة المسابقات بقيادة الكابتن سعيد عبد المنعم أعلنت ماتشات دوري المحترفين. دوري المحترفين هيبقى عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة 9 فرق. النادي الأهلي وقع في المجموعة الثانية، معانا سبورتنج الأولمبي، المعادي، أصحاب الجاد، البنك الأهلي، الزهور، بورسعيد، الشمس. هنلعب دوري رايح جاي، وفي الاخر هنطلع باول فرقتين هيروحوا مع المجموعه الاولى، اول فرقتين اول 4 من هنا او اول 4 من هنا، هنعمل دوري من دورين عشان يحددوا بطل الدوري العام. يمكن هيبقى دوري مجهد او متعب شويه. خليني اقول لحضراتكم كمان انه بالنسبه للموسم السابق لسه ما اتحسمش امره، زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت منتظرين موقف الاتحاد الافريقي عشان يقول اذا كان هيلعب البطوله في مصر في شهر 11 ولا لا. لو اتلعبت البطوله الموسم القديم هيتلغي، لو ما اتلعبتش بطوله افريقيا سواء رجال او سيدات هيستكمل الموسم. وخلينا نفكر حضراتكم، النادي الاهلي كان النادي الوحيد من 17 فريق اللي طلب استكمال بطوله الدوري العام، وهو ده النادي الاهلي دايما بيدور على البطوله، حتى لو بينافس يبقى بينافس لاخر وقت. خلينا نروح ايضا لكره اليد، البلتاجي مستشارا عاما لبطوله العالم لكره اليد. طبعا انتوا عارفين كابتن مدحت البلتاجي عنده خبرات كبيره جدا. طبعا كابتن مدحت البلتاجي هنا على ايدنا الشمال بيتسلم الدرع طبعا من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.
طبعا اللجنه المنظمه طلبت طبعا من السيد الوزير انه طبعا يتم تعيين مدحت البلتاجي اللي هو ماسك دلوقتي نائب اول رئيس اتحاد كره اليد عشان يبقى مستشار عام لبطوله العالم رقم 27 اللي هتكون في مصر من 13 ل 31 يناير. طبعا التكليف ده جه بناء على خبره كبيره طبعا لكابتن مدحت البلتاجي، اسم كبير جدا جدا، عنده قدره كبيره انه يقدر يشارك في التنظيم ويطلع بالشكل طبعا الذي يليق. وكل طبعا كل التوفيق طبعا في الاتحاد الافريقي النائب الاول طبعا الاتحاد الافريقي ايضا كل التوفيق لكابتن مدحت بلتاجي اللي احنا متاكدين انه اضافه لطبعا لبطوله العالم اللي هتقام في مصر ان شاء الله. طيب نروح للخبر بعد كده كره السله رجال. الاتحاد المصري برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه اكد طبعا انه بطوله الدوري الممتاز الجديد هتبقى يوم 8. طبعا الصوره دي صوره ارشيفيه وكابتن احمد مريم مدرب المنتخب في الصوره على ايد اليمين طبعا كابتن احمد مريم انا اسف مدير فني المنتخب، وحدد طبعا ان الدوري الجديد يوم 8 اكتوبر ورا بعض على طول. طبعا كورونا اعتبروها هي الاوف سيزون ورحنا على طول على الموسم الجديد. طبعا اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي، الموسمات لاحمه ببعض، ربنا يكون في عون اللعيبه والاجهزه الفنيه. طيب خلينا نروح لاتحاد كره الطائره او اللجنه المؤقته لاداره الكره الطائره. يمكن الكره الطائره بعد ما تم يعني حل مجلس اداره السابق تم تعيين لجنه مؤقته برئاسه الكابتن كابتن سامح حمدي طبعا رئيس اللجنه المؤقته. طبعا هم بعتوا اعتماد الفرق او اعتماد اعضاء الجمعيه العموميه عشان يحددوا مين اللي ليه حق التصويت او مين ليه حق حضور الجمعيه العموميه. استقرت اللجنه الاولمبيه المصريه على 54 هيئه لها حق حضور الجمعيه العموميه للكره الطائره. هيحصل جمعيه عموميه بعد ما تم اعتماد ال 54، واللجنه الاولمبيه نشرت الكلام ده على صفحتها. بعد اعتماد ال 54 هيئه في جمعيه عموميه غير عاديه هيتم فيها اعتماد اللائحه الجديده، وبعد ما تم اعتماد اللائحه الجديده من الجمعيه العموميه ثم اللجنه الاولمبيه ثم تذهب للنشر في جريده الوقائع هنرجع بعد كده على ايه؟ على جمعيه عموميه عاديه لاجراء الانتخابات لاختيار مجلس اداره جديد. كل التوفيق للكره الطائره طبعا او مجلس ادارتها او اللجنه المؤقته انها طبعا تحط تاني الاتحاد على الطريق الصحيح. طيب كده اخبارنا المحليه واخبار النادي الاهلي انتهت، هنروح لفاصل عشان نستقبل طبعا ابطال كره السله سيدات اللي حصلوا على ثلاث بطولات هذا الموسم، اخرهم كان بطوله السوبر، اولهم طبعا كان بطوله المرتبط او دوري المرتبط، طبعا في الاخر ايضا حصلنا على الدرع العام لكره السله سيدات في مصر. اطلع لفاصل وابتدي في استقبال ضيوفي فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن علي هاشم عريس الالعاب الاخرى او الالعاب الجماعيه الاسبوع ده بعد فوزه طبعا على بطوله كاس السوبر للسيدات لكره السله. اهلا بيك يا كابتن. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ لا يا اخي وشك نور، ده انت كنت في الماتش اعصابك الحمد لله. لا اشفقت عليك. الحمد لله. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك كابتن هيثم، ومبروك للنادي الاهلي بمجلس ادارته وبجماهيره وبكل حاجه. كابتن مشوار صعب، ابتديت ببطوله افريقيا، تحديت مصر كلها، دخلت البطوله في انجاز غير مسبوق، ثالث، وكنا رايحين لاول لولا مباراه قبل النهائي اللي فرقت معانا وصفاره ظلمتنا. رحت بعد كده على دوري مرتبط اخدته، دوري السوبر اتاخرت، وكنت في التصفيات او الترتيب كنت برضو متاخر. يعني دوري سبيشال شويه كابتن. هو طبعا الدوري زي ما حضرتك قلت كابتن، الدوري صعب من الاول خالص، بالسنه دي كمان الدوري غير المواسم اللي فاتت خالص، ان كل الفرق بقت قريبه من بعض، كل الفرق دعمت، جت الكورونا، الناس اللي كانت بره في امريكا رجعت، سبورتنج ضافوا ثلاث لعيبه، فكل الفرق بقت قويه. كنا زي ما حضرتك قلت احنا كنا متاخرين فعلا في الترتيب، خسرنا من سبورتنج مرتين رايح جاي. بدأنا المشوار حتى كان صعب، خدنا في دور الثمانية مصر التأمين، كان ماتش الأولاني غلس برضو طبعا بعد الرجعة بتبقى بعد الكورونا طبعا بهدلة. الماتش الدور الأربعة كان مع هليوبلس، فرقة محترمة وفرقة طبعًا كبيرة طبعًا. وكمان رحنا لهم بعد ما كانوا واخدين الكاس بيومين، صحيح، معنويات عالية ومرتفعة، سبيريت غير عادي، عايز تكسر فرقة أو تكسب فرقة هي معنويات عالية، سبيريت غير عادي. الموسم كمان السنة دي برضو اول سنه يتفتح باب العقود والتنقلات وبتاع، فالدنيا لا ده انا هاجي معاك في الانترنت. احنا عندنا قصه كبيره بس كابتن احنا عملنا تقرير كده، خلينا نشوفه وارجع لحضرتك ونشوفه مع الساده المشاهدين وارجع لحضرتك. يلا بينا اعزائي المشاهدين، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضرتك تاني. قدم الفريق الأول لسيدات كرة السلة
ملحمة تكتب بماء الذهب في رحلة التتويج ببطولة دوري السوبر لكرة السلة والحفاظ على اللقب الغالي للموسم الثالث على التوالي وللمرة 19 في دولاب بطولات القلعة الحمراء. خاض الفريق نحو منصة التتويج بلقب دوري السوبر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتلقى 3 هزائم لم تؤثر في مسيرته نحو التتويج باللقب 19 في تاريخه. سجلت خلالهم اللاعبات 1843 نقطة ونجح الفريق في تخطي حاجز 100 نقطة. وجاءت ضربة البداية أمام فريق المعادي ونجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 96-36 وعاد ليكرر الفوز على نفس الفريق بنتيجة 104-27. لم يجد الشياطين الحمر صعوبة في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 97-67 ثم الفوز على مصر التأمين بنتيجة 77-48 والصيد بنتيجة 71-59. وبعد انطلاقة متميزة للفريق بحصد 5 انتصارات متتالية في الدور التمهيدي تعثر الفريق أمام سبورتينج بنتيجة 57-86 وهي الخسارة التي سرعان ما تداركها الأهلي واستعاد نغمة الانتصارات وتحقيق 6 انتصارات متتالية بالتغلب على الجزيرة بنتيجة 89-70 ثم مصل التأمين بنتيجة 88-60 والصيد بنتيجة 99-81 وهليوبلس بنتيجة 86-66 وسموحة بنتيجة 85-75 والشمس بنتيجة 83-72 لتأتي الخسارة الثانية أمام سبورتينج بنتيجة 87-92 لتتوقف منافسات البطولة نظراً لتجمد النشاط الرياضي لبضعة أشهر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ليعود النشاط الرياضي مجدداً في ظل بروتوكول وإجراءات احترازية مشددة، لتشرق شمس سيدات سلة الأهلي مجدداً في أغسطس الماضي. وعلى الرغم من ضيق الوقت إلا أن سيدات سلة الأهلي كنا على قدر المسؤولية ونجحنا في تحقيق الفوز على هليوبلس بنتيجة 102-72 ثم الفوز على سموحة بنتيجة 78-55 وأخيرا الجزيرة بنتيجة 62-43 ليحجز الفريق مقعده في دور ربع نهائي دوري السوبر ليضرب موعدا مع مصر للتأمين والذي نجح في تحقيق الفوز عليه في المواجهة الأولى بنتيجة 96-79 و65-54 ليتأهل إلى نصف نهائي السوبر عن جدارة واستحقاق. التقى فريق سيدات الأهلي في قبل النهائي بنظيره فريق هليوبلس وكان الفوز حليفه في المواجهتين بنتيجة 76-69 وبنتيجة 96-93 ليتأهل الفريق إلى النهائي. واجه المارد الأحمر نظيره سبورتينج في نهائي دوري السوبر والذي انتهت المواجهة الأولى فيه بخسارة الفريق بنتيجة 76-83 قبل أن يعيد علي هاشم المدير الفني ترتيب الأوراق وتجهيز اللاعبات بروح الفانيلة الحمراء لينجح الفريق في عمل ريمونتادا تاريخية ورد اعتباره أمام سبورتينج بتحقيق الفوز في المواجهة الثانية بنتيجة 85-78 وفي المواجهة الثالثة بنتيجة 75-72 ليتوج بالسوبر عن جدارة واستحقاق. اهلا بحضراتكم من جديد. طب والله احنا قبل ما نستقبل كابتن علي هاشم كان عندنا مشكله نحط ما شاء الله الكؤوس والدروع ازاي. ما شاء الله حاجه تفرح، يعني الدرع الاولاني الدرع طبعا دوري السوبر، الدرع الثاني الدرع العام لكره السله سيدات يعني بالدرجه الاولى والناشئين احنا متصدرين زيه وكان في رجال اخذناه برده، وكاس دوري المرتبط يا كابتن يمكن يعني حاجه تفرح والله، يعني حاجه مجهود انت كده تهيألي يعني خلاص بقى الموسم خلص بس انت بتقولي النهارده عندك اجتماعات وبتاع، انت داخل في الدنيا على طول. ما فيش وقت خلاص، ما فيش وقت.
الدوري يوم 11/10 ان شاء الله تحدد امبارح. طبعا عندك موسمين في بعض وعندك ناس جديده داخله وناس بتجيبها وناس موجوده وناس لا خليني بقى اروح للناس الجديده دي دلوقتي يا كابتن. احنا عندنا في مجموعه من اللاعبات طبعا هيسيبوا الفريق، يمكن على راسهم هاله شعراوي، لوكاس اللاعيبه المحترفه، ومنار ايهاب. طبعا في البدايه بنحييهم الحقيقه على يعني البروفيشناليتي اللي عملوها او الاحترافيه لاخر وقت، بيلعبوا بيادوا بروح النادي الاهلي وعايزين يكسبوا، في حين ان هم بعد ايام هيغادروا النادي الاهلي. تقول ايه بقى للعيبه دي يا كابتن؟ بص كابتن هيثم، يعني هو مش غريب على الثلاثه، يعني نسيبك من لوكاس اجنبيه وبتاع، لكن مش غريب على هاله ومنار اللي يشتغل في النادي الاهلي يا كابتن هيثم ويخش جوه النادي، حتى لو يعني منار بقى لها ده الموسم الثالث معانا، خلاص واحده مننا وهلا طبعا متربيه في النادي من وهي عندها 8 سنين لحد اول امبارح. فلا يعني اي حد بيموت نفسه لحد اخر لحظه، وانا بشكرهم جدا 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 الثلاثه. يعني انا عايز اقول حاجه، مع ان في ناس بعد ما مضوا وبتاع شككت اللي هم صحيح. انا راهنت، كنا متابعين الكلام ده، انا راهنت عليهم وقلت لا يمكن الكلام ده معتمد عليهم عادي جدا ولا ممكن يحصل. والحد الجمال فيه كابتن كمان، انت كمدير فني وتمثل النادي الاهلي، طب ما كانش فيه اي نزعه، يعني انا اسف اللي هقوله، نزعه انتقاميه من لاعب راح لنادي تاني، بالعكس ده النادي الاهلي خالص. مفيش الكلام ده يا كابتن، شايفين احمد فتحي في كره القدم كابتن الفريق، النادي الاهلي بيتعامل بروفيشنال مع اي حد، يعني ما فيش ده صحيح كده. بس وخرجوا من زي ما تقول من الباب الكبير برضه. طيب. يعني طبعا واكيد اكيد اكيد في يوم من الايام انا اتوقع ان شاء الله هيكونوا في النادي الاهلي تاني. طب كابتن خليني نرجع تاني، انت ضميت صفقات جديده، يمكن على راسهم مي حلوه، يعني كلمنا عن الصفقات الجديده وانضمت، كلمني بقى خد راحتك. بص هو القصه من ساعه الكورونا كان في اجتماع مع كابتن رؤوف، انت عارف النادي الاهلي على طول ما بيستناش سنه بسنه سنه بسنه، احنا على طول شغالين، سواء علي هاشم موجود مش موجود، اللي جاي هيكمل اشتغل لمصلحه النادي بالظبط. فكان الاتفاق اللي انت تبني فرقه بتحافظ على القوام اللي موجود وتحط بعض العناصر، ان الباب اتفتح طبعا التنقلات وبتاع، وانت بيبقى عندك ويكنس في بوزيشن معين او اتنين. ضميت مين يا كابتن؟ مي حلوه، يمكن مي حلوه اخذنا مي حلوه من نادي سبورتنج، ونهى شتا وفريده وائل من نادي هليوبلس، ورنا نبيل من سبورتنج، واخذنا سلوى من نادي زو. كده اربع لاعبات، خمس لاعبات بالاضافه طبعا للمحترف اللي حضرتك هتكرره، لان لوكاس مشت. فاكيد في محترف، انت حاطط عينك على حد يا كابتن؟ لسه يعني هيبان النهارده او بكره برضو، حسب برضو انت برضو بتشوف البوزيشن اللي انت محتاج فيه ايه، فيعني هيتاخد قرار في خلال 48 ساعه الجايين باذن الله. طب الجمهور مستني نديم السلعاوي طبعا العائده من امريكا، ان احنا نشوفها ان شاء الله، بتوقع قريب الدنيا ماشيه ازاي باذن الله؟ بص انا نادين ما فيش ازمه في موضوع نادين، هي القصه البنت حابه تاخد التجربه بتاع بره، وده حقها طبعا. يعني ما حدش هيقدر، النادي الاهلي مش هيقدر يوقف اي حد غير نادين. يعني هي مستنيه، انا سمعت انها مستنيه عادي في المانيا، مستنيه في يعني عندها اللي انا على تواصل معاها، عندها في عادي في المانيا، في اسبانيا، في اليونان، مستنيه تشوف ان برضو القصه مش واضحه برضو في اوروبا. ان الدوريات الكورونا ممكن يكون نزلوا عدد الاجانب برضو، بدل ما بقى فرقه بتلعب باثنين اجانب ممكن يبقى واحد اجانب واحد اجنبي، فالقصه مستنيينها. بس الحقيقه انا يعني طبعا منتظرين اكيد، ومنتظرين احنا نشوف نادين طبعا بتشيرت النادي باذن الله. يعني في خلال 24 ساعه الجايين دول هيبقى في قرار ان شاء الله منها، واتمنى طبعا ان تكون موجوده اضافه للفرقه، ولو ما فيش نصيب برضو هي كده موجوده في النادي الاهلي. صحيح يعني صحيح موجوده. طب يا كابتن طبعا انا عارف، انا بس حاجه عايز اقولها برضو، يمكن شفنا في المباراه الاخيره بالذات، لان كانت مباراه الحسم، شفنا يعني اللاعبات على قلب رجل واحد طبعا. شفنا يمكن جنى مصطفى اللي هتبقى يعني طبعا يعني ضيفتي كمان بعد حضرتك على طول، شفناها يمكن قعدت فتره ما شاركتش في المباراه، شاركت اخر خمس دقائق، كان ليها روح جامده جدا. يعني انت زرعت الروح دي جوه اللعيبه ازاي؟ بص انا مش هجامل جنى، يعني هي عارفه انا يعني هي بالنسبه لي ايه. جنى بتلاقيها في الاوقات دي، مش اول مره بتلاقيها في الاوقات اللي هي صعبه. السنه اللي فاتت برضو نفس الكلام في الدوري، نفس السيناريو في الدوري،
السنه اللي فاتت برضو نزلت من عايز اقول لك 70% من مكسب الدوري السنه اللي فاتت فرقه النادي الاهلي جانا مصطفى ان رغم انها بتقعد ممكن تقعد 10 دقايق ما تشاركش الا بيبقى جواها الجيم لا 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 هي ما بعيد عن الماتش لا هي جانا تنزل تأدي على طول ما شاء الله اهلاويه اهلاويه يعني اهلاويه جانا لا ده ما هتيجي معايا دلوقتي الاغاني اللي بتغنيها في الاوتوبيسات وحاجات الجماهير دي معاك فالروح دي كانت حلوه كده طبعا روح عادي وهي كمان ما يعني بدات هلا اضطراب الفاول الكوارتر الثاني نزلت 7 دقايق ادت لما نور خرجت 5 فاول كان خلاص بقى 3 دقايق بقى اللي هم الخمس دقايق ولا الاربع دقايق بتوع الحسم بقى خلاص الجيم بقى الغلطه في فوره الجيم صحيح. بس انا يلا جنة يلا كوتش ما فيش اي مشكله بتلعب بكل رجوله في الملعب فيش يعني لا, لا 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 طب كابتن سؤال يعني برضو ما ينفعش تبقى معايا عايز تخش افريقيا تاني طبعا ده يعني احنا ما انا بقول لك الفرقه يعني هرجع لكلامي تاني لما قعدنا في كورونا مع كابتن رؤوف وكابتن رؤوف عرض على مجلس الاداره اللي انت بتعمل فرقه تكسب 4-5 سنين قدام صحيح. سواء انا موجود او مش موجود فمن اسباب اللي احنا السنه فاتت برضو اول سنه في افريقيا اول مشاركه في التاريخ ثالث ده كان الناس فرحانه يعني جدا عملت حاجه كويسه يعني كنا قريبين بالك سيمي فاينال خسرينه ايه بصفاره صفاره طبعا للبطل من البطل من يعني البطل كان بقى له 5 سنين كان انتر كلوب بطل بقى له 5 سنين وصفاره وكنا عاملين جيم كويس قوي وراجعين من 24 بونت وصفاره اخر 8 ثواني مع هاله شعراوي صفاره يعني بصراحه لا ما تتصفرش خالص يعني ما تتصفرش خالص اتكلمنا عنها بس يا كابتن برضو خلينا اقول لحضرتك انه كان انجاز والحقيقه احنا ما كناش نتوقع وكنا بنتفرج على فرق انجولا دي تقول هتيجي تدينا 20 بونت وده ما حصلش هو الحمد لله يعني ربنا كرم يعني توفقنا في البطوله دي كويس قوي الفرقه كانت مترتبه كويس قوي الاثنين الاجانب اللي كانوا موجودين مع فرقه النادي الاهلي المجموعه العشره الباقيين كانوا كنا جاهزين كويس قوي وكان كان التارجت برده يعني اللي انت تعمل حاجه كويسه وتوصل للفاينل يعني صحيح. انا احنا لو كنا وصلنا الفاينل يا كابتن هيثم انا بقول لك كناش هنكسب لا لا ما كناش هنكسب ممكن النادي الاهلي يستضيفها يا كابتن تطلب كده اعتقد دي حاجه تخص طبعا الاداره ولكن انت ممكن تطلب اي اعتقد احنا معروض يعني دكتور مجدي ابو فريخه وباشمهندس هشام الحريري الاتحاد الافريقي وكابتن محمد عبد المطلب اعتقد اتفتح الحوار في الجيم الفاينل بتاع الدوري اللي هم الاتحاد الافريقي عنده ثقه في النادي الاهلي في التنظيم وعنده ثقه في الفرقه لما شافوهم السنه اللي فاتت اول مره تخش فقال لك لا يعني الفرقه دي لو التنظيم راح للنادي الاهلي مع الفرقه اللي كانت موجوده الدنيا هتروح لحته كويسه انا عايز اقول لك ان انت حتى فتحت نفس الاتحاد انه يرجع تاني المنتخبات النسائيه ويبتدي يشارك بقوه وينافس ويبقى عنده طموحات النادي الاهلي شجع طب. الاتحاد ان يبقى لان في جيل طالع كويس جدا لا في جيل طالع منتخبات كويسه جدا جدا يعني بقى لنا 5-7 سنين اللي ورا دول على طول بتوصل افريقيا ولكاس عالم صحيح وخلينا برضو نتكلم يا كابتن دينا عمرو طبعا كابتن الفريق كان ليها دور كبير سريه كان ليها دور كبير كل يمكن الفرقة. يمكن الفرقه انا عاجبني ان الفرقه كل واحد عارف دوره لا لا. يعني انتوا شكل يعني انا بقول لسه بنتفرج على التقييم معاك قلت لك شكل الفرقه ما شاء الله يعني يفرح يعني تحب تقول عن كده ايه يا كابتن انا بشكرهم يعني مهما قعدت اشكرهم من هنا يعني للسنه الجايه ما يعني مش طبعا يعني حتى انا هقول لك حاجه كابتن هيثم يعني حتى بعد الماتش الاولاني هقول لك يعني حاجه ما حدش يعرفها بعد الماتش الاولاني ناس كتير قوي قالت خلاص بس انا ما اتهزتش لحظه ان احنا هنخسر الدوري ده وما كنتش مبين يعني حتى بعد ما خسرت الجيم الاولاني ما بصيت لهم وهم تعاملوا يعني انا ما خدتش وقت ان انا ارجع نفسي تاني ونتكلم وبتاع انا سبتهم بعد الماتش سبتهم ما كلمتهمش اليوم ده خالص دخل كابتن كريم وكابتن احمد عملوا اجتماع معاهم وانا شفتهم تاني يوم الساعه 7 بالليل قبل الماتش قبل الماتش بيوم الماتش التاني لا اللي هو تاني يوم تاني يوم يعني يوم ما خسرنا انا 24 ساعه ما شفتش ما شفتهمش خالص سبتهم بس انت عارف هم بيعملوا ايه انا عارف هم بيعملوا ايه ان خبرتهم عاليه جدا 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 في المواقف دي ومروا بيها في المنتخبات ومروا بيها السنه اللي فاتت واللي قبلها يمكن عنق الزجاجه هو الماتش الثاني صح الماتش الثاني الماتش الثاني انا بقول لك هو السيناريو اللي حصل كده اتفقنا كجهاز انا يا جماعه انا مش هخش هسيبهم دلوقتي كل واحد يطلع اللي عنده وهم يتكلموا وانتوا تتكلموا وانا دخلت ثاني يوم صحيح دخلت يوم يعني كانت الصراحه اللي ساعدني في الموضوع ده كمان كابتن كريم وكابتن احمد وكابتن الفرقه دينا عمرو من المجموعه يعني كلهم كانوا بيكلموا بعض وكلهم كانوا في الاوض مع بعض لا ومش هينفع وتاني جيم رحت انا تاني يوم قعدنا بالظبط 40 دقيقه قلت لهم بصوا يا جماعه احنا بكره ده الدوري ده الدوري احنا لو كسبنا بكره الدوري ده في النادي الاهلي بس نعدي بكره بس وخلي بالك يا كابتن برضو انت كان في مشكله عندك جامده انت عندك لعيبه اوريدي مضت بره ولعيبه انت بتجيبها وبتلعب قصادها
الدنيا كانت ملخبطه لخبطه غريبه جدا. مش انا بس، هو الفرق كلها، هو انا وسبورتنج واليوبلس وسموحه. يعني انا كنت اصحى الصبح الاقي فلان فلانه مضت في حته وفلانه جايه النادي او لسه. لا انا بتكلم اثناء المباريات. يعني احنا بنسمع ده في العادي في البر، فده انت كنت بتتاقلم مع ده ازاي؟ يعني انت مثلا تسمع ان لعيبه عندك مضت مثلا في حته، ده برضو اكيد بيشتت تفكيرك. بص يا كابتن عصام، بالنسبه للنادي الاهلي احنا كنا يعني احنا بدانا ترتيب الفرقه دي بدري جدا. يعني كانت في كورونا كان كل يوم انا وكابتن رؤوف في النادي مع الجهاز، فاحنا كنا عارفين، يعني كنا عارفين اللي خلاص انت مرتب ورقك، منار مش معاك، هلا مش معاك، لوكاس مش معاك. تمام. فانت كنت مرتب الورق. فانت كنت عايز، ما كنتش بتخش في اي ديل غير اللي انت عايزه. بس غير كده ما كناش بنروح للديل ده. تسمع بقى كلام ان النادي الاهلي بيكلم فلان، النادي الاهلي بيكلم مش عارف ايه، فكلام كله انت عارف طبعا ده تشتيت برضو يا كابتن. ده تشتيت، بس انت طبعا في النادي الاهلي عندك من الخبرات اللي انت تتعامل مع الكلام ده، وانت في الاول وفي الاخر ما بتردش. يعني استحاله، يعني تعودنا في النادي الاهلي كده، انت مهما تسمع كلام وكلام غلط وبيتقال عليك كلام وعلى فرقتك كلام وعلى مجلس اداره كلام ودخل ومش عارف ايه ما بتردش. ان في الاول وفي الاخر ما فيش. حتى اللي كان بيسالني احنا لسه، انا عايز اقول لك لحد رسمي لحد دلوقتي الناس كلها اعلنت الصفقات. احنا اعلنا فريده وائل ونوها شتا بعد احتراما للعيبه واحتراما لمبادئ النادي الاهلي واحتراما لنادي هليوبلس بعد ما نادي هليوبلس فنش خلص الموسم. صحيح. نفس يعني الكلام مي حلوه، نفس الكلام يعني رنا، نفس الاهلي احترم تعاقده مع الانديه وما اعلنش الا بعد نهايه الموسم. طبعا ما اعلنش. الكلام بقى اللي كان بينزل على المواقع والكلام بس ده، بس الانديه الثانيه ما عملتش كده. يعني ما لا لا اسف يعني اللي وقع مع لاعبتنا وكده ما بالزبط. يعني ما الكلام بقى كله كان بينزل على المواقع، ما كانش ليه علاقه باي سوشيال ميديا للنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او المواقع. انت حتى الناس اللي كانت بتسالني يا جماعه خدوا الخبر من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. واحنا حتى كنا بنبقى عارفين وفي القناه ما كناش بنتكلم من احتراما للمبادئ وكده. هو النادي روزا كابتن هيثم يعني. طب يا كابتن قول لي يعني بصراحه بيبقى الواحد سعيد وقاعد مع بطل وحقق انجازات كبيره. اكيد كان في الموسم ليله انت نمت حزين فيها قوي، حزين. ما هو الكابتن بيبقى المدير الفني، يعني عيني المدير الفني بيجي لهم امراض كتير بعد الشر عليهم. في ليله نمت فيها حزين؟ اني ليله نمت فيها حزين في السنه دي؟ السنه دي هقول لك ماتش بتاع افريقيا بتاع انتر كلوب قبل النهائي والجيم بتاع سبورتنج لما خسرنا في ملعبنا بفارق سكور كبير 40 بونت. كان يا كابتن كان 30 بونت. عمرها ما حصلت لي يعني دور الترتيب في الترتيب. هو جيم ما يأثرش، بس انت عشان انا كعلي هاشم عمرها ما حصلت لي ان انا اخسر من فرقه 30 بونت في ملعبي. هو كان سبحان الله اليوم ده كله كان يعني يوم غريب. هم موفقين بدرجه غير طبيعيه. انا ال 12 فاصلين يعني اوف دي لا اوف دي يعني ما شفتش اوف دي كده يعني ما شفتهاش ما شفتهاش يعني ما يعني لحد دلوقتي لما بفتكر ما شفتهاش. انا سالت حضرتك على اللحظات الاسوء، لان بيقول لك دايما اللحظات الاسوء هي اللي ما بتنسيش. على العموم يا كابتن والله الوقت مر سريع، وانا طبعا سعيد بيك جدا جدا جدا. والحقيقه انا بقى عايز الحلقه تبقى ساعتين ثلاثه، ده احنا عندنا كلام ممكن نقوله اكتر من كده مع الابطال، بس لازم اطلع لفاصل عشان نستقبل جدنا مصطفى وفي اخر الحلقه برضو هنتجمع ونقطع التورته بالعاده بتاعتنا الحلوه الجميله مع طبعا بعض. يا كابتن اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل. كابتن طبعا علي هاشم مكمل معانا في الكواليس، قاعد حاضر الحلقه معانا بيكاتشن برضو من بره. وهنعمل طبعا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم ونستقبل طبعا نجمه الفريق جدنا مصطفى اللي كان ليها دور مهم جدا جدا مع باقي الفريق في اخر خمس دقائق لحسم بطوله دوري السوبر. فاصل وابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بنجمه الفريق الكابتن جنى مصطفى، والحقيقه اللي كان ليها دور مهم مع باقي طبعا زميلاتها في حسم بطوله دوري السوبر لكره السله سيدات. اهلا بك يا جنى. ازيك عامل ايه؟ منوره الاستوديو بنورك. يعني يمكن اقول حبشت دمنا شويه يعني ولا كتير؟ كلنا حتى احنا. جنى انا دايما بحب ابتدي بالاخر، يعني يمكن اخر خمس دقائق في المباراه لسه كنت بكلم مع كابتن علي هاشم، اخد من عنده بقى واطلع عليك علينا. انه انت قعدت فتره ما تشاركيش في المباراه، يمكن 10 دقائق وربع ساعه، ده وقت كبير في كره السله. نزلت لقيت طبعا وقت الرعب كله اللي هو 3 دقائق كله بيختفي، نزلتي اداء رجولي، اداء ثبات انفعالي، كلميني على الخمس دقائق دول. بص بقالي 15 سنه بلعب باسكت، لا هو دول مثلا كان اصعب خمس دقائق في حياتي كلها في الباسكت. يعني طب ليه؟ عشان يمكن انا اتحطيت كذا مره في المواقف دي، كان عندي فيه اكسبيرينس ان احنا
كنا برضو بيبقى عندنا ادفانتج، ببقى نزلت في الاول عارفه ان انا ستيل في مود الجيم، ما ببقاش بجد خلاص الغلطه يعني بجد كان بيبقى عندي تايم ان انا هخش في مود الجيم، لكن ده خلاص هو اصلا الواحد اول ما بيخش في مود الجيم هي انت محتاج دقيقتين هو ناقص. بس انا بحس انت ما بتخافيش في الملعب كده، اتفرجت عليك كتير على فكره. لا ما بخافش، بس انا كنت خايفه عشان انا كنت عايزه اكسب، فانا كنت متوتره من بره اصلا يعني انا حتى تلاقيني كنت واقفه بعيد خالص كده في الجنب عماله اتنطط مع نفسي، فكنت متوتره مش ما جاش في دماغي خالص ان انا هنزل يعني هم ماشيين كويس قوي فانا مش فارق معايا اي حاجه فواقفه بقى انا عايزه اكسب مش ففجاه لقيت نوره 5 فاول ويلا فلو استنى انا متوتره ده احنا لسه مش مجهزه للعب. كانت 5 دقايق صعبين قوي ويمكن الموسم كله كان صعب يا جنة. مش حقيقي شفناكي حزينه قد ايه بعد ماتش افريقيا كمان في قبل النهائي يعني شفناكي كنت يعني انا شفتك عيطه حلم حياتي حلم حياتي اكسب افريقيا مع النادي بس لسه يعني ثالث باول مره لسه لسه ما شاء الله يعني لسه عندك ولسه تقدمي كتير. طب قولي لي برده يعني في حته يعني يمكن انت بينك وبين الجمهور الاهلي في ديالوج كده شغال يعني دايما واغاني وحاجات زي كده يعني كلميني عن الموضوع ده كلميني عن حبك للنادي الاهلي عن متابعتك لكل الالعاب في النادي الاهلي. انت عارف ان الناس كلها من احنا صغيرين ان احنا طالعين في النادي فخلاص هو حاطين فينا كده جوانا النادي الاهلي يعني مولودين كده خلاص بالنادي الاهلي ما نعرفش غيره غير مكسب غير مركز واحد غير بقى النادي الاهلي في كل حاجه في الدنيا الروح بس خلي بالك نادر لما تلاقي لعيبه بتبقى فيها ديالوج بينها وبين الجمهور خلي بالك من دي يعني بنلاقي لعيبه كتير ليهم ديالوج مع الجمهور انت يعني ما شاء الله حاجه الجمهور كله متابعك ومتابعك بشكل كبير جدا يعني مش عارفه بس دي بجد اكتر حاجه بتبسطني في حياتي يعني يعتبر ده بارت من حياتي ان الجمهور وان هو واقف في ظهرنا وان هو بيشجعنا وان انا يعني انا بهتم قوي بالحاجات دي بهتم ان انا عايزاهم دايما مبسوطين عايزه ان انا لما اشوف مثلا بيتكلموا على حد فينا او فرقه فينا ان هي مثلا مش بتادي لا احنا هنادي احنا هنبسطكم ببقى عايزه ده دايما ببقى عايزه ان حتى لو هم شايفين حاجه غلط وهي مش كده طب ليه طب ما كده كده نوريهم الصح وحتى لو يشوفوا هم بنفسهم هم يقدروا يقيموا ان احنا بنعمل كل حاجه عشان نفرحهم ونخلي يعني اسم النادي الاهلي في احسن حته. يا ريت كل اللعيبه تفكر زي كلها جد. طب جدنا احنا عملنا تقرير عن رحله او عن طبعا الانجاز بتاعكم على الحصول البطوله رقم 19 لدوري السوبر نشوف التقرير ده مع بعض اعزائي المشاهدين نشوف التقرير طبعا اللي احنا جهزناه كفريق عمل الابطال عن طبعا انجاز البطوله رقم 19 لفريق كره السله سيدات بنادي الاهلي نشوف التقرير وجاي لحضراتكم. نجح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي في إضافة سطر جديد من سطور المجد بعدما تمكن من الحفاظ على لقب دوري السوبر لكرة السلة للموسم الثالث على التوالي وللمرة 19 في تاريخه وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها الرياضة في مصر والعالم كله والدخول في نفق مظلم من توقف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد إلا أن سيدات السلة كن كعادتهن بطلات فوق العادة بعدما واصل الفريق هيمنته على كرة السلة المصرية إثر تتويجه بثاني بطولات الموسم بعد التتويج بلقب بطولة دوري مرتبط عن جدارة واستحقاق على حساب الجزيرة في ديسمبر الماضي وعلى الصعيد القاري كان فريق سيدات سلة الأهلي حاضرا بقوة بعدما تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي في تاريخ كرة السلة النسائية المصرية على المستوى القاري بعدما نجح الفريق في حصد أول ميدالية للفرق المصرية في البطولات الإفريقية عندما تقلد الفريق برونزية البطولة الإفريقية للأندية التي أقيمت في مصر شهر ديسمبر من العام الماضي. وكان دوري السوبر مسك الختام لموسم أكثر من رائع قدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق والمدرب العام الكابتن كريم إسماعيل إلى جانب الكابتن أحمد إبراهيم المدرب بالإضافة إلى الكابتن موسى علي المدير الإداري وماجد فوزي إداري الفريق والدكتورة ياسمين الكيلاني أخصائي العلاج الطبيعي وإيهاب كونغا مخطط الأحمال وأكرم الشربجي إحصائي الفريق وضم الفريق كتيبة من نجمات كرة السلة في مصر واللاتي قدمن أفضل ما لديهن
وظهر ذلك جليا فيما حققه الفريق هذا الموسم وتحديدا في دور السوبر، والذي عكس حالة الانسجام والتفاهم الكبير بينهن فوق أرض الملعب في ظل الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق، الذي حافظ على قوامه الرئيسي والتدعيم اللازم في بعض المراكز حتى يتسنى للفريق مواصلة التربع على قمة كرة السلة المصرية عن جدارة واستحقاق. وضمت قائمة السوبر ممن قطعنا على أنفسهن عهدا بالتربع على عرش السلة المصرية وكنا على العهد، كلا من دينا عمرو قائد الفريق، ونور علي طلعت، وردوى محمد، وثريا محمد، ورنا علاء، ورنا عبد الظاهر، ومنار إيهاب، وهالة مصطفى، ونادين أبو الفتوح، والمحترفة إيتالي لوكاس، وهبة عبد الرحمن، وجنى مصطفى. أهلا بحضراتكم من جديد. ودائما أبدا النادي الأهلي يهتم بكل قطاعات رجال وسيدات زي بعض، ومش كده بس، حجم الإنفاق أيضا للنادي الأهلي كبير على الألعاب دي. وشفنا كابتن مودي الجرحي كابتن الفريق وكابتن دينا عمرو هما ماسكين الدرع العام لكرة السلة، يعني كل مجاميع أو كل نتائج كرة السلة في القطاعين النادي الأهلي متشايدة. جانا أرجع لك تاني، يعني أنا كنت بقول لك في الفاصل ما شاء الله روحك حلوة، ما عندكيش نفسية، يعني لحد لاعب ده ما لعبش، فأنت رديت عليا وقلت لنا كلنا واحد. إزاي؟ عشان يعني لو كل واحد ليه دور، حتى اللاعب بره ليه دور، اللي مش معانا خالص بره السكور ليه دور. يعني احنا بنلعب لعبه جماعيه، لو كل واحد فينا صافي من جوه وعمل الدور اللي عليه هنكسب. لو في بس حد صغير قوي هو شايف انه ملوش دور ومش كده، يبقى احنا مش هنكسب، لان الحد ده احنا محتاجينه، محتاجين يعمل الدور بتاعه. فيعني we complete each other's، يعني احنا عشان نكسب لازم نبقى connected كده وعاملين bonding مع بعض، وعارفين ان احنا كل واحد بيكمل التاني. صحيح. طب جنة خلينا اقول لك، يعني انا اولا سعيد بكلامك جدا، يعني انا سرحان مع كلامك. ليه؟ لانه الحقيقه نفسي كل اللعيبه واللاعبات يبقى عندهم نفس شعور. بس خلينا اقول كان السنه دي في لقطتين صعبين شويه. ليله قبل نهائي بطوله افريقيا مع انتر كلوب الانجولي اللي احنا خسرنا منه، ده كان مباراه صعبه لان دي اول ماتش لينا مع انجولا. واللقطة التانية كانت ليلة الماتش التاني بتاع سبورتنج اللي كان بالنسبة لنا عروج زجاجة. انتوا عملتوا ايه كفرقة بينكم من بعض في الليلتين دول؟ ده قبل انت قصدك قبل ولا بعد؟ افريقيا قبل اللي هو ليلة الماتش وماتش سبورتنج. أوكي. اتجمعتوا قلتوا ايه؟ ايه اللي انتوا دايما حريصين عليه وانتوا بتتجمعوا في اللقطات المهمة؟ يعني احنا في افريقيا، هبتدي بافريقيا عشان هي كانت الاول. في افريقيا احنا كنا ماشيين حلو قوي قوي، يعني احنا كنا اول مرة ندخل، واحنا فينا احنا يعتبر ال 12 لعبوا افريقيا مع منتخبات ناشئين وفيرست تيم وكلنا، يعني عندنا الاكسبيرينس دي بس مع النادي مختلفه. صحيح. لان احنا برضو النادي احنا لينا دور كبير قوي، بنبقى شايلين هم وحمل اكتر في جماهير طبعا. طبعا. ف جمعنا كده قلنا لا احنا هنجرب، بس احنا قريبين هنعمل، يعني كان قبليها الولاد قريبين لسه كسبانين، ولا احنا قريبين واحنا اذكى واحنا في الجمهور في ظهرنا وهي على ارضنا، فخلاص احنا هنموت نفسنا. حتى الناس كسبنا ما كسبناش، الناس تبقى عارفه ان احنا طلعنا كل حاجه، ما قصرناش في ولا حاجه. صحيح. فقلنا كده، فاحنا كنا ماشيين كويس قوي في الاول. ده خاصه ان انتوا خدتوا قرار مشاركه في اسبوعين بس، يعني انتوا كنتوا اي احنا فجاه افريقيا. فاحنا خدنا القرار، وبعدين بقى خلاص هنلعب سيمي فاينل. يا جماعه احنا في السيمي فاينل، احنا ومشغلين كويس قوي، خلاص بقى هم فرقه كويسه قوي، هم بقى لهم 10 سنين الفاينل ما بين الفرقتين معاهم. احنا داخلين لوكاس المحترفه اللي معانا. ايوه. واحنا اوريدي عارفينها، فلو احنا هنلعب الناس دي وعارفينها ولعبناها مع منتخب وعارفين بقى لهم سنين ان هم دول، خلاص احنا هنعمل الاقصى ما عندنا وخلاص. احنا بقى الماتش ده كنا داون ب 24 بوينتس، يعني احنا كنا كتير قوي، وخلاص قلنا لا طب خلاص يا جماعه هي بقى خلصانه، يبقى احنا بقى نموت نفسنا بس مش 24. لقينا فجاه الماتش بيقرب. بس ساعات لما بيبقى بيحصل سكور عالي ده بيخليك بقى تلعب. عندك حماس اريح. وخلاص بقى انا هلعب لعبي واموت نفسي. بقى هي مش خسران مش حاجه، بالظبط. احنا عملنا كده، شد العصب يتشال من العين. فجاه لقينا الماتش درو. قربنا. صفارة حكم. كانت صفارة شهيرة جدا. لا صفارة يعني
صفر صعبه معلش. طيب صفرش. ان شاء الله تتعوض. ماتش الثاني بتاع سبورتنج اللي هو كان خسرانين ماتش ورايحين على الماتش الثاني، قلتوا ايه كلاعيبه بقى جمع اديني كواليس بقى كده كلاعيبه؟ احنا كان عندنا ثقه كبيره قوي في بعضنا وفي الجهاز، يعني في كابتن علي وفي الجهاز وفي الجمهور ان هو في ظهرنا. يعني بجد احنا خسرنا اول ماتش، انا ما شفتش، انا طبعا بخلص بلاقي مسجز كتيره قوي جايه لي، انا ما شفتش مسج فيهم بيقولوا لي ايه ده، لا هو الناس كلها هتكسب. فالثقه دي وانا كنت بقولها بقول لهم جماعه الناس كلها واثقه ان احنا نكسب، واحنا واثقين. ولو احنا كان جيم داون وحصل معنا كده السيزون اللي فات، جيم داون نفس السيناريو عادي، ايه نلعب ثلاث ماتشات بدل ماتشين هنأخر يومين ثلاثه في فرحه، نأخرها مش مشكله، بس خلاص كلنا واثقين بوند مع ايتش اذر كده، قعدنا مع بعض مفيش زعل، محدش زعلان خالص. يعني قعدنا كده يا جماعه انسوا الماتش، لعبنا وحش لعبنا حلو، كنا كلنا لعبنا وحش، كنا بجد مش موفقين، انسى بقى كل حاجه من اول وجديد. حتى احنا بجد دخلنا اول ماتش مركزين قوي، خلاص بقى مكسب مكسب، وعارفين ان احنا خلاص بدل عدينا ده تاني كمان. صحيح. وخلي بالك برضو الجيم الثالث انتوا في اخر سبع دقائق اتاخرتوا، سبورتنج عوض وطلع، احنا طبعا كلنا يعني رحنا مع الجيم خالص. فكلميني على اللحظه دي لما سبورتنج طلع في الكوارتر جيم 4 جيم 3 وطلع باسكت او 3 بوند وفي هجمه لينا جليناها، يعني كان هم ممكن يرفعوا الخمسه بوند. انا كنت شايفه ان هو خلاص مفيش فرقه، هو لازم هيحصلك داون بعد ما بتلعب حلو قوي بيحصلك داون. فاحنا لعبنا الماتش الثاني اللي هو جيم 2 حلو قوي، ولعبنا جيم 3 اوله حلو قوي، فهيحصل دروب اكيد، بس الخوف كان ان يحصل دروب ده في الثالث اوله، لان احنا احنا ثالث اوله دي اصعب حاجه، دي اهم حاجه في الماتش. فجت في اخر الثالث، فلا 10 دقائق ده كمان جت فيه هم فاقوا واحنا كنا ابتدينا اوف وخلاص بنلعب باريحيه شويه. فلا يا جماعه ده السكور قرب، لا يلا يلا يا جنه قومي يلا يلا يا جنه مين؟ جنه هنا على هنا. لا بس انت ما ترددتيش خالص يا جنه، وكان ليكي دور كبير والله يا جنه. طيب بص يا جنه، والله انا نفسي نقعد، والله الكلام ممتع جدا بالذات لما اتكلم مع بطلات واتكلم مع ناس عملوا مجهود كبير. هنطلع فاصل وجايبين تورته صغيره كده هنقطعها مع بعض زي العاده اللي كنا متعودينها مع بعض سنين طويله، ونحتفل بالمكسب الكبير ده ان شاء الله برضه يبقى دافع ليكم السنه الجايه. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان كابتن علي هاشم هيك كوتش اللي قاعد بره عمال يكاتش لجنه ويقول لها اطلعي كده قولي كده، طبعا هينضم لينا ونقطع تورته عليها طبعا لقب 19 او البطوله رقم 19، ويا رب دايما يعني يكتر افراحنا في النادي الاهلي، واحنا جاهزين بالتورت مفيش اي مشكله خالص. نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. خلينا اقول لكم سمعنا في الاغنيه اجيال جيل بيسلم جيل، والنادي الاهلي هو كده دايما، اجيال بتسلم اجيال وانتصارات ورا انتصارات. احلى لحظه لينا كاعلام اللي بيحصل دلوقتي هو تكريم الابطال، واسمنا او اسم برنامجنا كان دايما او اختياره كان بعنايه الابطال، وكابتن علي هاشم طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، وجنه مصطفى طبعا اللي شرفتنا النهارده، وعاده ان شاء الله باذن الله مش هنقطعها تورته عليها شعار النادي الاهلي، وطبعا هم ممثلين عن الفريق اكيد طبعا، كان نفسنا الفرقه كلها تبقى معانا، ولكن احنا يعني للاسف ملتزمين بمساحه معينه ومكان معين، بس ان شاء الله هنكون معاهم. وخلينا اقول لحضراتكم انه زي ما احنا شايفين البطوله رقم 19 على التورته، وان شاء الله خلينا فاكرين هنفضل ورا يعني بطوله ورا بطوله 20 21 22 لغايه ان شاء الله ما نوصل لارقام كبيره وانجازات كبيره. فكابتن استاذن حضرتك واستاذنك يا جنة نقطع التورته، وطبعا التورته دي مش هتتاكل الا بحسابها كابتن عشان الوزن ولا ايه؟ طبعا ولا رايك؟ اما خلاص مفيش وقت خلاص نازلين اربع ايام نازلين مش مهم الكالوريز ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا يا كابتن اتفضل يلا يا جنة تعالي. الف مليون مبروك يا كابتن، يمكن احلى لحظه زي ما قلت لحضراتكم هي لحظه التتويج لحظه احتفال، شرفوني نوروني كابتن علي هاشم نورتوني. خليك بس انا عايز بس حاجه اخيره، انا عايز اشكر الدكتور محمد جد
كان المدرب العام معايا في اول الموسم ودلوقتي تولى المدير الفني لنادي الزهور. بشكره ان هو شريك في الانجاز دوت، وبشكر مخطط الاحمال اللي كان معايا قبل كده وانضم لقطاع الناشئين، مكسب جدا لقطاع الناشئين كابتن علاء العشري، بشكرهم ان هم شراك في يعني حقهم يعني في هذا الانجاز طبعًا. وده انت يعني ابن اصول وده نادي الاهلي طبعا، كلنا اولاد النادي الاهلي يا كابتن. اكيد اكيد يا كابتن جنى، يمكن نورتيني وشرفتيني وانت قد ايه جميله وقد ايه يعني يا ريت كل اللعيبه تتعلم منك. نورتيني وشرفتيني. منورك ميرسي. اعزائي المشاهدين، الحقيقه كانت حلقه من نوع خاص، حلقه معانا فيها ابطال كره السله سيدات. تابعونا عشان الاسبوع اللي جاي ايضا في بطولات كتيره داخل النادي الاهلي، والبطولات لا تنقطع زي ما انتم عارفين في النادي الاهلي، ودايما هنفضل حاطين الضوء على ابطالنا، ابطالنا اللي بيحققوا انجازات كبيره. ان شاء الله لقاء اخر وقصه جديده وبطوله وبطل جديد مع برنامج الابطال.